ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة كل سنة وانتم طيبين. بقى العيد اخر يوم في العيد بقى هو يا جماعة، وخلص الحمد لله. الحمد لله. النهاردة بقى ايه يوم العيد؟ من النهاردة عيد العيد العيد اخر بقى يوم النهاردة يا جماعة في العيد. كل سنة وانتم طيبين. بقى العيد خلص. مقولكوا يا جماعة، عندنا سعر اللحمة بكام؟ وانتوا قولوا لنا في الكومنتات سعر اللحمة عندكم بكام. سعر اللحمة عندنا يا جماعة 320، ورخص بقى 30 جنيه، هو كان ب 350. ماشي. بالنسبة لي بقى يا جماعة، العيد الصغير اللي هو أحلى حاجة عندي، عشان في كعك وبسكوت وشوكولاتات وحلويات، وفي تعييد. لكن العيد الكبير فيه لحمة بس، في تعييد وبنجيب لعب بالليل، والعيال بتدلهم كتير. لكن العيال الكبيرة يا جماعة، العيال كلهم بيدلهم نايمين، عشان ما فيش غير لحمة بس. فبيدلهم متعلمين. في ناس بتجيب يعني لبس لعيالهم يعني كده. ماشي. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. قناتنا اسمها عالم نوجا، اللي مش عارفها ينزل يشترك فيها وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.